حقيقة جدا سعيد، لأن مو بس ابني، بنتي كذلك في الحفلة السابقة كانت واحدة من بناتي، والآن ابني كذلك هم من الجامعة التكنولوجية هم بده يشارك، وكان مصمم بأن يكون من شباب الكفيل. ثمرة تعبنا لهاي السنوات كلها، وثانيا أنه هو اليوم تحت خيمة أبو فضل عباس، هاي أكبر شرف إليه وإلنا. هذا الجمع وهذه اللمة وهذه المحافظات كانت خير مثال وخير دليل على أن العراق واحد، وعلى أن احنا بلد واحد، وعلى أن يجمعنا حب أبو عبد الله وحب أبو الفضل العباس. الجهود جبارة حقيقة، أنه يجمعون الطلاب من كل المحافظات ويتجمعون وكل الكليات، وإن شاء الله من أحسن إلى أحسن. والله كان حفل لطيف جداً، والشخص اللي كانت بيه يعني ناس راقين كلش، تعاملهم طيب ولهم أسلوب خاص، بعد ما خلونا نحس إنه إحنا بين طالعين من محافظة وجايين من محافظة، أشخاص متفانين جداً بالعمل ومخلصين، أهل ملقى ومن أهلنا لهن جالعين هن. ودم أحمر من أجل عراق النبلاء. طالب من يتخرج أكيد يكون فرحان، فيريد مكان يتبرك به ويتوج هاي الفرحة مالته وهذا التخرج مالته بهذه الأماكن المقدسة. بالحرف الواحد قالوا لي إن أجمل صور تخرج تأخذ لنا على الإطلاق، لأن إحنا كنا سابقا ما أخذين أكثر من صورة بعدة أماكن، فشعره ويقول لنا أنا يلا شعرنا بنفسنا كطلاب وإن احترامنا وتقييمنا. هذا يكتب هذا يجري من أجل